بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا حبايبي هنعمل النجرسكو. طبعا كتير عارفين النجرسكو بتتكلف ايه، فراخ بنيه مقطعاها، توابل بيض بصل ومفروم في فلفل حامي وجبنة رومي والمكرونة. بالنسبة للبطاطس دي زيادة من عندي، انا بحب اعملها بالبطاطس وهتشوفوا الفكرة واحنا بنشتغل. خليكم معايا. طاجن الفراخ بتاعتنا، فراخ البنيه اللي قطعناها، حط الزيت اول حاجه هنعملها، البصل اللي فرمينه باربع قرون فلفل حامي، نشوحه شويه ونكمل. نشوحها في الزيت او في السمنه على حسب ما انت عايزه. البصله متقطعه يعني ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي، ولا مبشوره في المبشره في الكبه عشان تطلع لك بالشكل ده. البصله اتبلت معانا اهي، هنبدا نحط البطاطس اللي هي الفكره بتاعتي، انا دايما بعملها كده من سنين، واسيبها تستوي هعرقها كده مع البصل. علينا الميه، هتكون المكرونه بتاعتي، نضيف لها ميه ندوبها كده نخليها سايله زي كانك بتحطي نشا في اللبن. لبن غالي اهو، روح ضيفه له الدقيق اللي انا دوبته في الميه. دي طريقتي انا للبشاميل، في 500 طريقه بس دي الطريقه اللي انا بعملها دايما، واقلب لحد ما ايه يتقل معايا. ورق فراخ، فلفل اسود، ملح على البشاميل بتاعي. تسيح في البشاميل، الفراخ بتاعنا اتقطعت، نجيبها مع البصل والبطاطس نخليها تاخد تشويحة معاهم لغاية ما تستوي. تلزق فيها اهي جبنة رومي تقطع هيك ساحب. اول ما البشاميل يستهدى شويه بنبدا نحط له البيض، ما نحطوش هو على النار، لازم نشيل الحله من على البوتاجاز خالص. بعد كده نحط البيض على 2 كيلو لبن، طبعا البشاميل ابدا اقلبه. دي طريقتي الخاصه والله العظيم، انا بعمله من سنين، بدوب الدقيق وبعرف اعمل برضو اللي هو احمر الدقيق، احمصه الاول بالسمنه واعمله. عندي 50 طريقه للبشاميل بس دي الطريقه الاسرع والاجمل بالنسبه لي. شايفين الجبنه بتتقطع ازاي؟ اهي خليكم معايا. بعد كده نغسلها ونكهر الفراخ والبصل كله استوى مع بعضه. نبدأ نحط كل البهارات برضو اللي حطيناها البشاميل، هنبدا نقلب. الخلطه بتاعتنا هنوزعها في النصين،
على فكرة كيلو مكرونة واحد مع 2 كيلو لبن مع 5 بيضات مع ربع رومي، اتعمل صينيتين حلوين اهو مرتاحين يعني، مع البطاطس. ما تنسوش البطاطس، والله العظيم طعمها خطير في النجريسكو او في البشاميل اللي حبيت تحطها في المكرونه البشاميل، هتلاقيها تحفه. نبدا نوضع المكرونه الباقيه عندنا، مجهزين البشاميل بتاعنا. نبدأ نوزعه، شايفين بيقطع ازاي؟ عشان انا حطيت الجبنه ده مفتوح فيه البشاميل، شايفين بيقطع ازاي؟ طبعا ما احطها على الوش، حطيتها كلها البشاميل بتاعي كده، قمت سهل بالطريقه دي، بتدي طعم خطير. شايفين التقطيع بتاعها؟ نبدأ نقطعها. بصوا البشاميل طري ازاي، مش ناشف، مش محجر، يتقطع مش محجر خالص. قدامنا الوش اللي بيبقى دايما على المعمر، اللي هو البلدي، مش ال نعكس كده بقى. ده الجمال بتاعنا النهارده، نجريسكو. ايه رايكم بقى؟ يلا بالهنا والشفا.